عبد الله طفل عراقي يبلغ من العمر 4 سنوات. توفيت والدته ليلا في أحد الانفجارات، فاستيقظ في الصباح يسأل عنها أخاه الأكبر: أين والدتي؟ فأجابه: نائمة. قال له: أيقظها؟ قال: لا أستطيع لأن عليا نائما بقربها. يما عبد الله قعد يسهل عليك اخذ القبرك تجينا الطين رد، الليلة حيرت علو يا من يبات، بكفه يمسح راس لو يمسح له خد. الله علي. يما عبد الله قعد يسأل عليك اخذ القبرك تجينا الطين رد، الليلة حيرت علو يا من يبات، بكفه يمسح راس لو يمسح له خد. يما قول اللي شمس وقت الصلاة، طال حصوت المؤذن ما شهد، برين ذمتك للمقابر راح شي، الحمد ودعت قل هو الله أحد. يما أخويا صغير من يسأل عليك، ما يقنع الموت بحق وعد، وما يصدق نايم نومك ثقيل، من قلت له يقول ما صدق، لعد احنا مو نمنا وقعد نقنعنا ليش، أمه من تنام ما تقعد بعد، ركض عند فراشك ومدروحة بي، شمنا ما بريحتك نفسك ركض، هي سابت شوف دي بارد لقاء، خالي منك ما لقى حورة جسد، السماء وعينك شاقفا مطر وثغيب، بيوم عزرائيل لما الله استعد، صوت يمه وصوت يبني وشادرهم، فرع عن قاع وسمع لم ولد، تقابلن وجه بوجه بس عالم يمه، عين تبكي بروح وصياح بجسد، يمه يمه وياك ما خفتيني ليش؟ رب رب وليد مستغرب قعد علي مو وحش القبر لم بنروح تلقى عبد الله يفرفح بالمهد وانكشف عن الحجاب والله راض يشوف ملك الموت ويا مصعد قال له منين انت وماخذ امه وياك مع ولد قيده تخلى حاتيه يما منين هذا الرايح انت وياك ملك الموت قالت هاي تالي شو مسويت لي يما في قير عرفك زين يمك يا كثرتك ما قبل بيها ملك الموت عمو داحتك غلطان انا الوكح والله امه معلي الله نامت قلي كانت وانا بد ما نام ما اسمع كلامك انت اذيها ومتعودات تالي الليل كتيلان صحبانه ويلعبن ظهر ويديها امس زعلانه كانت ام حيل وياي ماخذها بزعلها خلى راضيها قطبق الجفن رجحها لي قطبق الجفن رجحها لي وهاك اخذ لعاب اطفالك الله الله علي قطبق الجفن رجحها لي وهاك اخذ لعابتي لاطفالك اعطيها يا ملك الموت لو بيد انا غير كون بيام المناية وباساميها واقول لك منتج الام فرق من الطيف خذ 10 من اخوتي وامه خلي سلام الله الله.